وفي المثنى دورية النجدة تنتشل طفلة من حاوية النفايات. دورية نجدة قدرت تنتشل طفلة من حاوية النفايات. طبعا ما قدرنا نحصل غير بس مجموعة هذه الصور. هذه الطفلة كانت ملقاة في حاوية نفايات في مدينة المثنى وفي محافظة المثنى. سيادة اللواء حدثنا عن هذه الحادثة، وضعها شلون صارت، النجدة جت يعني بالصدفة، لو أكو مبلغ شلون صرفته؟ نعم، هي توجد إحدى حالات تبليغ من قبل أحد المواطنين الساعة 8 صباحا بالقرب من هاي الحاوية النفايات. كانت هناك ثانوية لمدرسة البنات، فأحد الأشخاص عنده مرور بعجلته سمع صوت بكاء طفلة، فتوقف بالعجل وترجل ولاحظ وجود هذه الطفلة، فاتصل بدورية النجدة التي حضرت إلى محل الحادث مسرعة، فقامت بنقل هذه الطفلة وإيداعها لدى أقرب مستشفى في أحد الأقضية التابعة لمحافظة المثنى. وكانت حالتها الصحية لمدة 3 أيام سيئة جدا بسبب نزلات البرد الذي تعرضت إليها. نعم، في هذا الجو البارد طفلة ترمى بهذا الشكل. نعم، لكن تفاجأنا صراحة بعد تسليم الطفلة للمستشفى بجمهرة الناس المواطنين أمام قسم حماية الأسرة لغرض تبني هذه الطفلة بعد ما سمعوا بالقصة، خصوصا كثير محرومين. نعم، كثير من الأشخاص أو الأزواج محرومين من الأطفال فيلجؤون إلى أقسامنا لغرض بسبب عدم وجود دور طبعا لإيداع. لو كان هناك دور تابعة في تلك المحافظات. نعم، إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، طبعا انفصلت عن وزارة العمل أصبحت على المحافظات مديريات الشؤون الاجتماعية. لكان هناك دور كان بإمكان السيد قاضي التحقيق إيداع هؤلاء الأطفال في تلك الدور لغرض محافظة حياتهم. نعم، ويبلغ من ينوي أو يروم الحصول على هذا الأطفال بإكمال معاملة الضامن. حاليا يعني وين راحت هاي الطفلة؟ نهايتها وين صارت؟ صراحة تم تبنيها وسلمها القاضي إلى أحد الأشخاص لغرض إكمال معاملة الضم وتبنيها أصوليا بشكل قانوني. نعم، يعني هاي كارثة الحقيقة. طفلة بعمر يومين يمكن موجودة بحاوية نفايات. سيأتي لي هاي القصة تتكرر، يعني احنا اليوم عندنا قصتين لخ من ديالة، فما أعرف يعني ما كنا نشوف هاي الحالة قبل. هل موضوع ده يتكرر عندكم اكثر من الطبيعي؟ يعني في عام 2018 او 19 6 حالات. كانت في محافظات محدوده لا استطيع ذكرها. بعد ان تقوم الام سواء كان الحمل غير مشروع او الحمل بها سفاحا او احداث داعش الارهابي حدثت نتيجه اختصابهم من قبل الجهات الارهابيه اللي هم الارهابيين، فتتحمل به ومن ثم التخلص منه ورميه في المقابر او في الازقه او في شوارع او في الحاويات النفايات، فيتم العثور عليها من قبل القوات الامنيه مشكوره ايضا. نعم، اللي هم يقوموا باجراءهم تسليمها الى المستشفى مبدئيا لغرض اجراء بعض الفحوصات من قبل الكادر الطبي وزاره الصحه ووضعهم في الخدج لبضعه ايام الى ان الطفل يستعيد الى حياته مره اخرى، ومن ثم يقوم القاضي التحقيق بايداع الاوراق التحقيقيه في قسم احداث تلك المحافظه، ومن ثم يبلغ المواطن باكمال معامله الضم. نعم، لو نفرض انه قدرنا نتعرف على والدة الطفلة ومرمت، شنو القانون اللي ينطبق عليها؟ ما هي العقوبة القانونية اللي ممكن يجب أن تكون رادعة طبعا؟ نعم، هي حالات الزنا على الأم يعني. نعم، هي حالات الزنا اللي تحمل بها أمها سفاحا. يعني الأم اللي هي حالة غير شرعية، حالات الزنا طبعا تكون عقوبة. هل تحاسب بس على حالة الزنا مو على رمي الطفلة بالنفايات مثلا؟ لا طبعا هم تحاسب عليها، تصل عقوبتها إلى 15 إلى 20 سنة أيضا لأن حالة هؤلاء الأطفال، لكن تحاسب على الجريمة الأكبر اللي هي أشد طبعا اللي هي الزنا، واللي هي لكن حالتين او ثلاثه تم اكتشافها، اما البقيه يتم رميهم في الازقه والشوارع او النفايات. نعم.